أكد مجلس النواب تمسكه بمبدأ سيادة القانون وضرورة الحرص على سير التحقيقات القضائية بنزاهة وحيادية وعدم تسييس المسائل القانونية في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وأعرب مجلس النواب عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات، مشددا على أن الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات القضية. Комитет ООН по правам ребенка, что есть...